وجود يمن موحد قوي خالي من العصابات الحوثية، خالي من كل هذه الميليشيات، هو يخدم للأمن الإقليمي الدولي والأمن الإقليمي العربي. وبكل الأحوال ذهاب نحو يمن هش ممزق هو بقدر ما هو يضر اليمن ودخلنا في المرحلة التي نحن فيها، لكنه أيضا يشكل خطورة على المستوى المحلي والإقليمي وعلى البيئة الإقليمية، والكل يدرك ذلك. لكن أنا أريد أن أتحدث، لأنه كان الحديث جميل حول وجود حصانة للوحدة اليمنية موجب القوانين الدولية وموجب القوانين اللي موجودة. أنا أقول أن الحصانة الحقيقية للوحدة اليمنية هي بأن تلبي طموحات وآمال وتطلعات الشعب اليمني وتحقق العدالة والمساواة، وأن تكون هناك دولة وطنية يتساوى فيها الناس أمام القانون والحصول على الوظيفة وكل الخدمات التي يلقونها بدون التمييز الطبقي أو عنصري أو مذهبي أو غيره. كما إنها مناسبة اليوم أن نقول أنه لابد من إعادة الاعتبار للرموز الحقيقية للوحدة اليمنية التي طوال سنوات طويلة ربما مستهم الكثير من اللغط وداء الحلم الكثير بالكلام واتهموا حتى بالانفصال. ونحن نعرف أنه ما الأصوات التي ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، أنا لا أعتقد أنها انفصالية بحتة بقدر ما هي كانت صاحبة مشروع وليس صاحبة سجوع، إنما صاحبة مظالم وصاحبة حقوق. إذن اليوم الوحدة اليمنية تتشكل من جديد بهذا المجلس القيادي وبوجود الحكومة اليوم في عدن وبوجود الرئيس في عدن ومجلس القيادة والخطاب الذي ألقيه من عدن. هذا اليوم يعيدنا إلى أنه نحن نقول أن الوحدة اليمنية هي محمية بهذه الأصوات، محمية بهذا الالتفاف، محمية بهذا الإحساس بالخطر القادم على اليمن ككل. التمزق لا يخدم أبدا لا الجنوب ولا الشمال ولا يخدم اليمنيين بشكل عام.